الأصحاح السابع. فقال رئيس الكهنة لإستفانوس: أهذا صحيح؟ فأجاب: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة، فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد ابنين. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار. فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر. فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا.
ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر. فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح، وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم. فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي، كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها. فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله. فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا آذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول: أيها الرب يسوع، تقبل روحي. وسجد وصاح بأعلى صوته: يا رب، لا تحسب عليهم هذه الخطيئة. قال هذا ومات.